مقالي ومقاله، هل تكون القاضية؟ هل تكون القاضية؟ أطلقها عصام الشوالي وصرخ بها، وإذا بمحمد مجدي أفشة يأتي بالقاضية يا باشمهندس. في يعني أوقات بخبرات المعلق يستشعر الحدث قبل، وكان محمود بكر الله يرحمه كان في الحته دي. هو حتى لما تشوف بعد كده وانت جايب دي الاستاذ عمرو اديب استشعر ان هناك شيء مثلا فيحدث خلال الدقائق دي. فهو هل تكون القضيه ده لسه هو بيسند على فخده، والقرار العجيب اللي خده قفشه بيذكرني بالقرار العجيب اللي خده الكابتن ابو تريكه في صفاقس. يعني هكذا استشعر المعلق ان في القضيه. افكرك ازاي استشعرها؟ نسمح؟ طيب. بالراس القاضيه ممكن، القاضيه ممكن، شاط الكوره وجول، القاضيه ممكن، القاضيه ممكن، القاضيه ممكن. القاضيه ممكن. هي هو القضيه لسبب التوقيت بتاعها. عايز اقول لك حاجه، ان جون المبكر اللي جه فينا اثر على مجريات المباراه. والتكتيك وشكل الاستحواذ وكل حاجه، لانك انت خلاص جبت جون وابتديت تفكر انا عايز الماتش يخلص دلوقتي. لكن لما بتجيب الجون في الاخر القصه مختلفه خالص، والليله بتبقى مختلفه خالص، بتبقى قاضيه فعلا. طيب ازاي الاهلي تعامل مع القاضيه؟ الاهلي حاز الاميره، احتفل واحتفى وفرح، وشفتوا الاهلي في كل المحافظات الفرحه كانت عامله ازاي، لكن التعامل بمسؤوليه كانت في بيان النادي الاهلي. مجلس اداره النادي اصدر بالامس بيانا، هقول لكم كابتن محمود الخطيب وجه فيه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ولكافه مؤسسات الدوله اللي تحملت مسؤولياتها كالعاده بل وفوق طاقتها من اجل اقامه المباراه النهائيه لدور الابطال في مصر، وان تخرج هذه المباراه بالشكل الذي يعكس الصوره الحضاريه للبلاد بالرغم من الضغوط التي احاطت بها لفتره ليست بالقصيره. ووجه رئيس الاهلي التحيه لرجال القوات المسلحه والشرطه الذين يتحملون العبء الاكبر في كافه المناسبات من اجل امن وامان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي اقيمت على الاراضي المصريه خلال الفتره الماضيه. واشار الكابتن محمود الخطيب في بيانه الى ضروره الدعم المستمر لكل اواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومه الرياضيه، معلنا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر سواء كان لاعبا أو مدربا أو مسؤولا أيا كان موقعه، خاصة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم. ده ملخص بيان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي قال في الآخر لابد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة، لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة. وختاما جدد الكابتن محمود الخطيب تهنئته لاعضاء وجماهير الاهلي مؤكدا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضيه. شوف بيان وقور مسؤول جدا، ورساله جاءت في توقيت رائع، وما اجمل التواضع وانت واقف على رجليك فتقدر تعمل المبادرات اللي من النوع ده. فاتحين ايدينا للجميع ونبتدي بود جديد، وهي مبادره تلقفها فورا المستشار البكري احمد البكري رئيس اللجنه التي سوف تدير نادي الزمالك، وقال احنا بنرحب بالعلاقات الطيبه مع النادي الاهلي، ويجب فورا رايي وجهه نظري ان يبنى على هذا المعنى، ونشوف زيارات متبادله بعد الكاس بين الفريقين، لان نرجع زي زمان. ايوه نرجع للاصول، نرجع لماذا تلعب الرياضة وأمرها إيه؟ أمرها بتقول كده، انتصر على ضعفك بالتشفي أو الانكسار، انتصر على ضعفك إنك تعيش المرارة أو الانبهار. يبقى إحنا دلوقتي بنمد إيدنا لإيد بعض ونقول هارد لاك ومبروك، وهو ده الشكل اللي ينبغي أن يكون سائدا بين الأندية الكبرى.